اليوم السيد عام الإقليم النواصر بكل افتخار وبكل اعتزاز كيعطي الانطلاقة لتظاهرة رياضية اللي كتعطي الأهمية للعنصر البشري، وهذا الاهتمام الصحيح هو اللي نادت به المبادرة الوطنية خاصة في مرحلتها الثالثة، وخاصة على مستوى المحور الأساسي والمهم وهو تعزيز الانفتاح السوسيو رياضي والتربوي للأطفال وللشباب. هذا المشروع بطبيعة الحال تم بشراكة مع جمعية تيبو أفريكا اللي كنشتغلوا معها في هذا المحور، وبطبيعة الحال تم احتضان هذه التظاهرة أو لا هذا انطلاق لهذه التظاهرة بقاعة مغطاة هي تدخل في إطار سلسلة من المنجزات اللي طبعا كيقوم بها السيد عام الإقليم النواصر على مستوى جماعة بوسكورة، وتم احتضان هذه التظاهرة في انطلاقتها الأولى. بطبيعة الحال هذه التظاهرة كشعار أخذ لها هي أن كرة السلة هي عبارة عن آلية للتربية والتكوين والتنمية والسلام، وبطبيعة الحال هذه التظاهرة قد سبقتها تظاهرات أخرى اللي إن شاء الله غادي تجي من بعد منها تظاهرات أخرى تبعا للاختلاف أو تنوع أنواع الرياضات. درنا جينيراسيون فوت في الشهور الماضية، هذه جينيراسيون باسكت، ومستقبلا إن شاء الله سوف تعطى انطلاقات أخرى بإقليم نواصر.